عودي معكم للمتابعة على صحة السلامة. موضوع اليوم طبعا بهم الجميع، والله يوجه الخير لمعالي وزير الصحة على الخبرية الحلوة. هلا أول شيء السوشيال ميديا سمعنا كتير وتنقلتها كتير الأخبار السنة الأولى، أكيد هيدي مش مظبوطة، هيدي مسحة عطينا إياها لأنه نلتهي فيها لننسى المشاكل تاني، ولكن الهيئة مظبوطة وما في لعب أبدا مع معالي الوزير أبو فعور. نحن وياكم اليوم مع دكتور وليد عمار وروى على صحة السلامة، رح نحكي بموضوع بهم الجميع، التغطية الاستشفائية الكاملة والشاملة بعد عمر أو سن الـ64. الله يوصلنا لهالعمر يا رب، صرنا ندعي هلأ زيادة هيك. على صحة السلامة. دكتور وليد صباح الخير. صباح الخير. ريوة صباح الخير. صباح الخير جوزيف. أنا كلنا سمع وبتصور كتار كلهم سمع لأنه يسمعوا هالخبرية الحلوة وتكون هالقد عن جد مثل ما عم بنشغل عليها جدية. طبعا مثل ما قلت جوزيف، الموضوع هو التغطية الاستشفائية الشاملة لعمر الـ64 وما فوق. صار في كتير تساؤلات من المواطنين أنه معناته كل المواطنين مين المستفيدين من هالخدمة هيدي، كيف الوزارة بدها تأمن، هل في استمرارية لهالمشروع أو لا. فكل هالأسئلة رح نطرحها على ضيفنا دكتور وليد عمار مدير عام وزارة الصحة. صباح الخير دكتور عمار. صباح الخير. أول شيء مين، إذا بدنا نرجع هيك نوضح الأمور لحتى الناس فعلا تعرف هي بأي فئة رح تكون، مين المستفيدين أصلا من خدمات وزارة الصحة اللي منقول مريض وزارة؟ هلا مثل ما بنعرف نحن نص الشعب اللبناني بينتمي لإحدى جهات الضامنة، صناديق الضامنة اللي بيدفع فيها اشتراك للانتساب مثل الضمان التعاونية، الصناديق العسكرية وغيرها. النص الثاني هو بتغطيه وزارة الصحة، يعني فعليا كل الشعب اللبناني مغطى صحيا. نعم. يعني عندنا نوع من التغطية الشاملة. هلا نحاول الناس اللي ما انهم مضمونين بتغطيهم وزارة الصحة، اللي عمرهم فوق ال 64، اللي كانوا مثل اي مريض على حساب الوزارة بيدفع 15% بس يفوت على المستشفى، صار بيتغطى 100% ما بيعود يدفع شيء. وهالتغطية هاي بتشمل يعني زيارات الطبيب بالعيادة، فحوصات مخبرية، ولا بس عمليات أو حالات معينة؟ لا، بتشمل هي كل شيء. وزارة الصحة بتغطي الاستشفاء، بتغطي الأدوية المكلفة مثل أدوية السرطان وغيره، ما بتغطي المعاينات الخارجية. نعم. ولكن عندها شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية هل في المواطن يستفيد منها. بس نحن ما في روح عند الحكيم ويجي لندفع له مصاري. نعم. لكن بس كل المستشفيات دكتور؟ ايه، كل المستشفيات بلبنان متعاقده مع الوزاره، كانت خاصه ولا حكوميه، بيقدر المواطن هل اصلا كان يفوت على حساب الوزاره بس كان يدفع 15%، هلا ما بقى بيدفع شيء. نعم. طب في شيء بده يحضر؟ هل في بطاقة؟ هل في نوع من الانتساب لهالبروجرام انه انا صار عمري 64 هلا؟ لا، نحن عندنا انفورميشن سيستم اللي هو متطور، عندنا داتابيس اللي بس يجي المواطن نقدر نعرف دغري من الكمبيوتر اذا كان مضمون او لا. نعم. اذا مش مضمون يعني بحق له على تغطية الوزارة. نعم. وبالتالي ما بده الا بطاقة الهوية. طبعا بده تقرير الطبيب وبده موافقة مسبقة، فبياخذ الموافقة المسبقة، والموافقة بتطلع 100%، يعني مكتوب على الموافقة 100% إذا عمره فوق 64 وبيروح على المستشفى. نعم. يعني هي عادة إذا مضمون الواحد بيدفع فرق 20 أو ما بعرف قد إيه، يعني هو أحسن الواحد ما يكون مضمون صار. إيه لا، إذا هلا هو إذا منتسب للضمان الاجتماعي بالاستشفى بيدفع 10%. صحيح. هيدا رح يضل. هذا نحن بنتأمل إنه الضمان الاجتماعي مثل ما عمل، يعني عمل مثل الوزارة بتغطية الأدوية المكلفة 100%. نعم. كمان هيدي الفئة مع الوقت يغطيها 100%. نعم. لكن مريض الوزاره صار هلا فوق ال 64 ما بيدفع شيء. مزبوط. طب دائما في مشاكل بنسمعها لما بنقول المريض بده يفوت على حساب بوزاره الصحه، المستشفيات بصير عندها شوي تاخير او مماطله لانه الوزاره ما عم تدفع والوزاره ما عم تسكر فواتيره وفي مشاكل، وبالتالي شوي بتطلع براس المريض اذا فينا نقول. ايه. الوزاره شو عم تعمل لحتى تتفادى هالامور هي؟ مزبوط، في كثير مشاكل لها علاقه بالوضع المادي للمستشفيات ولما وضع المادي للدولة والتأخير بالدفع. أنا فيني أقول أنه هلأ الوزارة يعني حتى أحسن من التأمين الخاص بسرعة الدفع، يعني عم ندفع نحن بسرعة، يعني المستشفيات بتعرف أنه الفواتير اللي وصلت على الوزارة كلها اندفعت. نعم. فالتأخير اللي عادة بيكون سنة أو 9 أشهر ما عم بيتخطى 3 أشهر الوقت اللي المستشفى تقدم الفواتير للوزارة. هلأ في متأخرات من سنوات السابقة كمان بلشوا يستلموا سندات الخزينة لتغطية المتأخرات، وبالتالي ما في حجة انه يعني يجربوا ياخذوا فروقات من المريض او
ما يستقبلوه بشكل جيد للمريض. نعم. المشاكل عم تحكي عنها موجودة، مرتبطة بالوضع الاقتصادي، رح تضل موجودة، بس مش المريض اللي رح يدفع حقها. يعني عم نحلحلها كلها بشكل انه المريض ياخذ حقه. طب في شيء نقوله للمريض بحال انوجد بمستشفى وعنده بده يدخل يعمل عملية معينة وصار في تأخير من قبل هالمستشفى، بيلجأ للوزارة؟ لمين بيرجع؟ هل في خط ساخن للشكاوي؟ كيف المتابعة بتصير؟ هلا بس تحسن التغطية بده يصير يزيد الطلب، بس بنفس الوقت كان في كتير ناس عم تفوت على المستشفى ما في داعي تفوت. فنحن كمان بنفس الوقت عم نتشدد انه اللي ما له داعي يفوت على المستشفى ما يفوت. كيف بدنا تنضبط هيدي؟ العالم لازم تعرف انه المستشفى مكان موبوء، يعني اذا شخص ما له بحاجه ماس يفوت احسن ما يفوت، لانه في يفوت ويمرض جوا. مزبوط. فبيكون في استسهال، يعني كان في استسهال بادخال هذه الحالات. نحن رح نتشدد، الحاله اللي ما في لزوم تفوت ما رح تفوت، بس الحاله اللي في لها لزوم رح تفوت، واللي فوق ال 64 ما رح يدفع شيء. اوكي، طب بهالحاله المريض في حال صار عنده مشكله، نحن في بيرجع؟ مندوب للوزارة بالمستشفى، في الطبيب المراقب، والوزارة تعاقدت حديثا مع شركات تدقيق تي بي ايز، اللي هن عم بيسهروا على قصة التطبيق الادمشن كريتيريا، يعني يتأكدوا انه المريض اللي بيفوت بحاجة ليفوت وانه عم ياخذ الخدمات اللازمة. هودي الناس موجودين بكل مستشفى، في رجاء حتى بالمستشفيات الخاصة موجودين بالمستشفيات الخاصه؟ طبعا اكيد. بس طبعاً. سؤال، يعني هلا ما في مستشفى تقول له للمريض ما في مطرح وزاره عندنا، يعني هون لازم، ولا الوزاره هون ممكن تختار غير مستشفى للمريض كمان؟ صح، لانه شوف في شيء اسمه سقف مالي نحن ملتزمين فيه لانه له علاقه بالموازنه تبع الوزاره، بس نحن لازم نعرف انه باحسن دول العالم والدول الغنيه في ويتنج ليست، يعني المريض اللي بحاجه طارئه او بحاله جديه ليفوت لازم يفوت بدون نقاش، بس في مرضى فيك تبرمجهم. نحن منا معودين، يعني منا بثقافتنا انه يكون في ويتنج ليست. هلا اذا ما في سقف مالي، وحده من الاثنين، يا اما نحوله على مستشفى موجود فيها سقف مالي، اذا في حاله طارئه ما فيها نقاش بفوت حتى لو ما في سقف مالي، هيدي مبتوته. اذا الحاله تنقل فينا ننقلها، واذا بتتاجل فينا ناجلها، وهيدي بتصير بالتفاهم مع الطبيب ومع المواطن مع المريض. نعم. طب عنده حق الاختيار المواطن؟ اكيد يختار اي مستشفى. نحن ما بنوجهه لمحل، هو بالاساس بيختار طبيبه وبيختار المستشفى اللي بده اياه. في حال استنفذ السقف المالي وكان وضعه يعني بينطر، فينا ننطره او نحاوله. نعم، ساعتها هون بصير بالتوافق مع المريض. ساعتها هو في يختار، يا اما بنحاوله يا اما بننطره، اذا حاله طارئه اكيد مثل ما قلت بفوت بدون شروط. طب بالنسبه للادويه ذكرت انه، لانه بنعرف انه عن جد وزاره الصحه فينا نقول بلبنان عم تعمل شغل كتير جبار فينا نقول بتغطية الأدوية لأمراض عديدة وأمراض مزمنة، فينا نذكر شوي شو الأمراض اللي بتغطيها وزارة الصحة واللي عمرهم 64 وما فوق مستفيدين من أي تغطية؟ لكن باختصار مستفيدين مثلهم مثل غيرهم بالنسبة لهالموضوع، لأنه بالأساس كل الناس بياخدوا الدواء 100%، يعني ما بيدفعوا شيء من الأساس، الـ 64 وكل العالم. نعم. هلأ باختصار، لانه في كثير امراض بتعطيهم الوزاره، كل دواء مكلف، يعني هالادويه اللي حقها مئات الدولارات او الاف الدولارات طبعا، هيدي الوزاره عم بتجيبها بتعطيها للمواطن مجانا 100%. نعم. وفي ليست على المواطن اللي بنقول مريض وزاره الصحه، أي مريض منه منتسب لاحدى صناديق الضامنه، يعني اللي بحق له عبئ تغطيه الوزاره. نعم. طبيبه بيعرف، كل الاطباء بيعرفوا، بيعبوا له الطلب وبيجي على الوزاره وبيستلم الدواء، موجودين على الويب سايت كمان. طب حتى المنتسب اوقات يمكن ما عنده الامكانيات انه يدفع الفرق، هل ممكن انه يرجع يستفيد من وزاره الصحه ولا لا؟ هو الحال انه الضمان يغطي له، وهلا الضمان تجاوب مع طلب الوزير بعد عده يعني ضغوطات ومحاولات، وزير الصحه وحقيقه وزير العمل كمان شارك بالموضوع، صار في قسم من هيدي الادويه بيغطيها الضمان 100% مثل الوزارة، على أمل أنه يصير يغطي بقية الأدوية كمان، ويصير يغطي الفوق 64 كمان مثل ما نحن مغطي. يعني هذا بنتوقع أنه ما دام عم تقول على أمل، يعني في شغل جدي بالموضوع، يعني فينا نتوقع أنه ما في شك، يعني ما بيجوز أنه اللبناني اللي مش دافع اشتراك يتغطى 100% بالنسبة للأدوية، بينما المواطن المضمون اللي طول عمره يساهم للضمان بده يدفع 10%، يعني صرت تقولي 10% من 4000 دولار، يعني حرزانين، يعني طبعا مبلغ منا شغله بيقدر يدفعها
طبعا المواطن. خصوصا اذا مرض مزمن يعني هذا العلاج طويل الامد بده يضل يدفع تعاملية الموظفين لحيه وزاره الصحه، الضمان لحقها جزئيا، فهيدا الامل انه الكل يصير كل السيستم يمشي بنفس القوانين. تعاملية الموظفين بتغطي 100%؟ هلا صارت تغطي الادويه 100%. نعم، مثل سواء المزارة. تحت ال 64 او فوق ال 64. ايه هيدي للكل. اها حلو كثير. طب تقريبا فينا نقول نحن يعني بلشتوا تطبيق هالخدمه فينا نقول اوائل اكتوبر، صح؟ هيك يعني صار لنا شهر. شو اجاكم ردود فعل، فيدباك، شكاوي؟ ما بعرف يعني الشكاوي اللي بتجي عاده، بس الحقيقه في تجاوب من المستشفيات. يعني المستشفيات التزموا وتجاوبوا، ما بيخلى الامر انه في بعض الشكاوى عم تتعالج بوقتها. نعم، بس في يعني المواطنين في حالات معينه تخبرنا عنها حبيتوها؟ في دوز 14 يعني 12 14 بيقدر يتصل المواطن، والاتصال بوزاره الصحه كثير سهل، يعني حتى الوزير بتركني له برد عليك دغري انه سهل، فبالتالي ما عم بقول ما في مشاكل، في مشاكل بس عم تنحل. نعم اوكي، على امل انه على اكيد اكيد يعني، بس يعني بتصور ما في حدا فوق 64 مش مريض يعني، اصلا بالكليه اللي عم نمرق فيها نسبه الاستشفاء عندهم مرتفعه اكثر من المعدل العام يعني. واكيد بدنا نقول انه وهيدي على يعني ذكرتني فيها جوزيف، انه فوق ال 64 الاستشفاء نسبه عاليه، لكن فينا نحكي عن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه اللي هي كمان بتقدم خدمات مجانا وممكن نستفيد منها. يعني الناس في كتير ما بيعرفوا هالشي، لازم يعرفوا انه في مراكز صحية أولية، رعاية صحية أولية خدماتها ممتازة اللي بتقدم العلاج للأمراض المزمنة. في علاجات منها كتير غالية، بس إذا بدك تاخذها كل شهر ثلاث أربع أدوية بتصير بتشكل عبء، هيدي متوفرة بالمراكز الصحية. وحتى إذا بدنا نعمل تشيك أب، إذا صار شخص معه إنفلونزا، صار مشكلة معينة، فينا نروح على المراكز يعني مش صحيح. لحتى نخفف من فاتورة زيادة الطبيب. بس هي وزارة الصحة كمان بتتعامل مش بس مع فوق ال 64، يعني في كتير حالات بأعمار صغيرة أو شباب عم يستفيدوا من وزارة الصحة، رح يضلوا يستفيدوا بنفس كل الناس اللي منهم متسبين لصندوق ضامن بحق لهم يتغطوا بالوزارة الصحة. لكن بيدفعوا 15%. بيدفع 15% ما عدا هيدي الشريحه 64 وما فوق 100%. هلا اذا رح على المستشفى الحكومي بيدفع 10%، في شويه فرق معه. نعم. يعني شيء نعم. حلو يعني صرنا مثل بلاد برا مثل ما بيقولوا، يعني مغطيين استشفائيا. خليني كل المسنين صاروا بيقدروا يتحكموا. خليني اقول لك انه نحن سمعت النظام الصحي بلبنان برا كثير منيح فعلا. غير انه الناس بتضل تنق، طبعا الناس عندها وجع بدها تعبر عنه، بس شمولية التغطية ونوعية الخدمات بلبنان كتير جيدة. بتعرف في ناس بيجوا من الخليج على لبنان، في ناس بيجوا من كندا هلا على لبنان. صحيح. لحتى يستشفوا. نعم، لأنه في مستوى كمان، في مستوى في نوعية في نوعية خدمات نوعية. وفي نسبة تغطية كمان مرتفعة. نعم. وأشطر الأطباء بلبنان. دكتور خليك معنا اليوم، مبسوطين فيك لأنه هاي الخبرية حلوة كثير. صح صح صح، يعطيكم العافية عن جد، ورح نضل أكيد نتابع بهالموضوع، وأي حدا من المشاهدين إذا عنده مشكلة معينة بحب يوصلها أو يخبرنا عن تجربته لنوصلها لوزارة الصحة كمان نحن حاضرين. شكرا لك دكتور عمار. شكرا دكتور عمار. ثانك يو. ثانك يو. كاملين احنا وياكم عالم الصباح، ما تروحوا لمطرح، خليكم معنا بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه.